السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الرشيد. معكم باسم حامد التوعوي في مجال الأمومة والطفولة والحاصل على الدبلومة التوعوية في مجال صحة الحامل والطفل وعدد من البرامج الصحية الأخرى الخاصة بالأسرة. خليني أقول لكم أن هدف قناة الرشيد هو تقديم المعلومة ورفع درجة الوعي، ولا يغني ذلك بأي حال من الأحوال عن استشارة الطبيب. استشارة الطبيب أمر ضروري. حديثنا النهاردة هيكون عن تساقط الشعر في فترة الحمل وفترة الرضاعة. خليني أقولك إن هيبقى في مفاجأة، يمكن الناس اللي ولدوا ودخلوا فترة الرضاعة عرفوا المفاجأة دي، طبعا كتير منهم، مش لازم بالضرورة يكون كلهم. المفاجأة هي إن هيحدث تساقط للشعر فيسيولوجي بعد الولادة وأثناء فترة الرضاعة. إيه السبب؟ هتعرفيه في حلقة النهاردة، وهو سبب علمي. ولما بتعرفي السبب العلمي دايما، لما بنعرف السبب بنرتاح نفسيا وبنعرف ان المشكلة يعني ليها حل. طيب، لو حبينا نتكلم في فترة الحمل، هل بتعاني كل السيدات من تساقط الشعر؟ طبعا لا، يعني في كثير من السيدات ما بيعانوش من اي مشكلة من هذه المشاكل، وده الشيء يعني عايز اقول الاكتر. لكن في قطاع كبير من الحوامل أيضا لا يستهان بالنسبة بتاعتهم، بيعانوا من تساقط الشعر. تساقط الشعر فترة الحمل ممكن يكون له علاقة بالحمل، وممكن يكون له علاقة بحاجة تانية، لكن لما دخلت في الحمل الاتنين دخلوا مع بعض فتاهل السبب. فخلينا النهاردة نستعرض الأسباب بتاعة تساقط الشعر أثناء فترة الحمل، وإزاي تقدري تواجهي هذه المشكلة، وإزاي تتغلب عليها بعد الولادة. وهتظهر لك المفاجأة اللي احنا قلنا عليها بتاعة تساقط الشعر فجأة مرة واحدة كده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي حلقة النهاردة، وما تنسوش اشتراككم الكريم في قناة روشيتا ودعمنا بالإعجاب بالفيديو وأيضا مشاركة الفيديو مع الآخرين، وجزاكم الله كل خير. ويلا بينا. أكتر سبب شائع في فترة الحمل وفي غير فترة الحمل في موضوع تساقط الشعر هو ضعف التغذية، طبعا بطبيعة الحال نقص الفيتامينات وعدم وجود مثلا العناصر الغذائية المهمة للجسم زي الحديد والبروتين، ده بيؤدي إلى تساقط الشعر. طبعا فترة الحمل كتير منكم ما بيأكلش كويس، وإضافة إلى ذلك يعني ما بياخدش المكملات الغذائية المناسبة لي. خلينا أقول لكم إن حتى لو حضرتك مش بتاكل كتير، أو يعني طبعا عندك فقدان شهية في فترة الحمل، على الأقل لازم تكوني ماشية على مكملات غذائية تعويضية لهذا النقص اللي انت طبعا بتسببه عدم قدرتك على الطعام كويس بشكل كويس. فبيبقى فيه مكملات غذائية في فترة الحمل شاملة الفيتامينات كلها، بحيث ما ينقصش من جسمك الفيتامينات المهمة لحتى تطور الجنين لكل حاجة، ومن ضمنها شعر حضرتك اللي ممكن يتساقط نتيجة نقص هذه العناصر. مثلا هناك عديد من الفيتامينات اللي هي المالتي فيتامين الموجود في الصيدليات، والمناسبة لفترة الحمل يعني ممكن عندنا مثلا في فيتامين مشهور في فترة الحمل ويعني معمول له دعاية كويسة جدا، أنا مش بعمل له دعاية أصلا والله، ولكن الشيء بالشيء يذكر مثلا زي إيليفيت. إيليفيت في مجموعة من الفيتامينات شاملة كل حاجة، فممكن مثلا واحدة بتعاني من تساقط الشعر يكون عندك نقص في التغذية. الناس اللي عندهم أنيميا لازم يعالجوا الأنيميا أصلا، سواء كانت هذه العلاجات بالتغذية أو العلاجات حتى بالمكملات الغذائية اللي هي عبارة عن أقراص أو بحقن في العضل أو الوريد أو حتى تركيب محاليل في المستشفى. لازم تعالجي الأنيميا، ضروري جدا عشان تساقط الشعر. لكن خليني أذكر لكم معلومة مهمة، بعض الناس ما عندهمش مشكلة في الأنيميا والهيموجلوبين بتاعه كويس جدا وبياخدوا مكملات غذائية، بايزوي إن زيادة الفيتامينات عن حدها أيضا يؤدي إلى تساقط الشعر. خليني أقول لكم إن بعض السيدات الحوامل اللي كانوا بياخدوا أقراص منع الحمل في فترة ما قبل الحمل وقرروا إن هم يخوضوا تجربة الحمل أخيرا،
فنتيجة التوقف عن أقراص منع الحمل حصل تساقط الشعر، لأن أحد الأعراض الجانبية للتوقف عن أقراص منع الحمل بيبقى تساقط الشعر. أيضا أضف إلى ذلك إن بعض السيدات الحوامل بيستجيبوا للتغيرات الهرمونية اللي بتحصل في جسمهم فترة الحمل، فبيكون نتيجة هذه التغيرات تساقط الشعر، لكن ده مش بالضرورة يكون عند كل الحوامل. أيضا هناك أمراض أخرى قد تتعلق بتساقط الشعر أو يتأثر الشعر بيها، زي أمراض الغدة الدرقية. لو موضوع الغدة الدرقية مش مظبوط عندك بيدي إلى تساقط الشعر، لو عندك السكر، لو عندك ارتفاع ضغط الدم، لو عندك حتى التهابات فطرية. إذن في المجمل الأخير أو في conclusion كده، يعني عايزين نقول إن أي حاجة بتعاني منها فترة الحمل لها تأثير بطريقة غير مباشرة على حضرتك وعلى الجنين ايضا. احنا قلنا قبل كده في حلقات سابقه ان اللي مش بتتعالج من كذا وكذا 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 قد يتاثر سلبا الجنين بشكل غير مباشر او بشكل حتى مباشر. فمن ضمن التاثرات اللي ممكن تحصل نتيجه هذه الامراض هو تساقط الشعر. لو ظبطتي هذه الدنيا هتتظبط الموضوع. وخلينا اقول لكم ايضا موضوع اقراص منع الحمل ده بشكل مؤقت، مش حاجه يعني بيج ديل ان احنا ممكن نهتم بيها. ايه اللي ممكن يحصل للسيدات لما ييجوا يولدوا ويدخلوا فترة الرضاعة ويتفاجئوا ان الشعر بتاعهم تساقط فجأة ومرة واحدة؟ بمنتهى البساطة، دورة بتحصل في الشعر، يعني حاجة كده دورية، ان الشعر بيتساقط كل 6 شهور وبينمو كل 6 شهور، تتساقط بعض الشعيرات وتنمو مكانها بعض الشعيرات، وهكذا دواليك كل الناس. اللي بيحصل في فترة الحمل إن الدورة دي بيحصل نتيجة الاضطرابات الهرمونية اللي بطبيعة الحال بتحصل في فترة الحمل بتتعطل، فبيحصل زي ما قلنا إن قطاع كبير جدا ما بيتأثرش بتساقط الشعر، بل بالعكس في ناس يقول لك أنا شعري بقى كويس جدا في فترة الحمل وما بيقعش، ودي علامة من علامات الحمل بولد. لأ، ده شيء بيحصل مع كتير جدا سواء كنت حامل بولد أو حامل ببنت. خليني اقول لك ان هذه الدوره بتحصل انها ما بتعديش، يعني بتيجي 6 شهور ما بيقعش الشعر. طيب، عدت الدوره وجت الدوره اللي بعديها في فتره ما بعد الولاده اتظبطت، فتساقط الشعر جه بقى عامل زي يكون اللي عنده واجب وما اتعملش وتراكم عليه فعمله بكميات كبيره، فحصل انه حصل تساقط شعر فجأة لأن الدورة اللي فاتت ما تمتش أصلا، فبالتالي دورة تساقط الشعر الطبيعية اللي هي بيتساقط وينمو مكانه شعر ما حصلتش في فترة الحمل، فجيتي بعد فترة الولادة والرضاعة تساقط الشعر فجأة لوحده كده لأنه حصل اختلال في هذه الدورة الطبيعية اللي بتحصل للناس كلها. طيب، ده احد الاسباب، ومن ضمنها ايضا ان انت في فتره الرضاعه انت طالعه من معركه اسمها الحمل، خسرت فيها عدد من العناصر الغذائيه، طبعا خسرت عشان نور عيونك اللي هي طفلك، فخسرت برضو عدد من العناصر الغذائيه الكبيره، وممكن تكوني طالعه اصلا انت كان عندك انيميا وولدتي وفقدتي كم من الدم في فتره النفاس و و و و كل ده ايضا جنبا الى جنب الدوره التي اختلت اللي احنا قلنا عليها بتاع دوره الشعر، ده كله ادى الى تساقط الشعر في فتره الرضاعه. محتاجه تعملي ايه؟ طبعا احنا مش عايزين نوصل لاي حاجه كيميكال عشان لا نضر الجنين بالنسبه للناس اللي فتره الحمل، وبالنسبه للام اللي بترضع مش عايزينها برضو تاخد اي حاجه غير طبيعية. عايزين نتكلم ازاي نحل المشكلة دهيت بطرق طبيعية. خليك معايا. لو هنتكلم عن العلاج بالتغذية، هناك مصطلح اسمه التغذية العلاجية، يعني ان كل انسان بيعاني من مرض معين او من وجع معين او من نقص معين، يعالج هذا النقص وهذا المرض وهذا الوجع بالتغذية المناسبة. التغذية العلاجية لها يعني متابعين كثير جدا في العالم، والناس بتهتم بيها دلوقتي لان العلاج بالتغذية شيء مهم جدا. طيب، بالنسبة للتغذية، ايه الحاجات اللي ممكن ناكلها عشان نقوي بيها الشعر ونمنع تساقطه او نعالج تساقط الشعر؟ اهتمي باكل اللحوم والدواجن، ولكن ملحوظة، اللحوم والدواجن بدون دهون، ونهتم باكل الحبوب الكاملة، يعني الرزاية، الارز البني، ناكل الفريك، البرغل،
الحاجات اللي فيها الحبة الكاملة، الحبة بخيرها ما تقشرتش، يعني قشرة الحباية نفسها، قشرة القمح ما تقشرتش، البليلة حلوة جدا. نهتم بتناول السبانخ، السبانخ ثم السبانخ ثم السبانخ، الخضروات، الدكنة أيضا، الجرجير، الخس مفيد جدا لمنع ووقاية من تساقط الشعر. عندنا أيضا المكسرات، المكسرات فيها فيتامينز جميلة جدا بالنسبة للشعر والوقاية منه، والبيض وزيت بذرة الكتان كتناول أو إضافته في الطعام. الجزر، هناك تغذية، يعني اهتموا بالمأكولات اللي بتديكم حديد وبتدي منها فيتا أو فيتامين اللي هو الزنك. الزنك مهم جدا لنمو الشعر. فالمأكولات اللي احنا اتكلمنا عنها دي، والبيض، البيض أيضا تناوله مهم جدا عشان تقوية الشعر. تناوله، مش تضربوا البيض وتحطوه على دماغكم، لا 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 لا، تناوله عشان في بعض القفشات الكوميدية الاقي مفقشين البيض وحاطينه على دماغكم، لا. نصيحة، لما تيجي تاخدي شاور تغسلي شعرك بالمية، وتيجي تصففي شعرك يعني تمشطي شعرك تسرحي شعرك، ما تسرحوش وهو مبلول. الإجراء ده إن أنت تسرحيه وهو مبلول هتلاقي شعرك بيقع في إيدك. أهم شيء إنه يكون جاف قبل التمشيط. طيب أجففه بالمجفف الاستشوار؟ لا، يعني الأفضل بالمنشفة العادية، لأن الاستعمال الاستشوار بيخلي برضو في تساقط للشعر، فما نستعملش ده. وكمان إن احنا نسيبه يجف أو ننشفه بالمنشفة بالفوطة العادية لحد ما ينشف ونبدأ نصففه. تصفيف الشعر وهو مبلول بيؤدي إلى تساقط الشعر. أهم الزيوت اللي ممكن تكون مفيدة، في عندنا زيت اللوز، زيت جوز الهند، زيت الزيتون، الزيوت كتيرة جدا وطبيعية ونورمال. ومهم جدا إن أنتوا تستعملوا الزيوت الطبيعية، وتدليك فروة الشعر بزيت الزيتون مهم جدا وشيء جميل جدا بالنسبة للشعر وتغذيته. طبعا بالنسبة للسيدات المرضعات اللي هيتفاجئوا بتساقط الشعر دول، ما يتخضوش، لأن ده شيء مؤقت مؤقت وهيرجع زي الفل، وهترجعي يعني أميرة الأميرات كما كنت، ويعني ستظلي دائما أميرة الأميرات. ونشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.